بنرحب النهارده بالفنان محمد سليماني اللي منورنا في بوابه اخبار اليوم. ازيك يا محمد؟ اهلا وسهلا بيكي. الف مبروك على القشيش، واكيد دي تجربه جميله ليك وضافت لك كتير، كلمنا عنها. الله يبارك فيك، ميرسي جدا. هي تجربه طبعا جديده جدا بالنسبه لي. انا اول مره بقدم زور ضابط، والفيلم بتاعنا بيقدم عامل ليه نظره خاصه بالاحداث اللي بتحصل في بلدنا. احنا بنقدم قصه فيها اكشن، فيها سسبنس، فيها عوامل انسانيه كتير قوي. بنقدم الفيلم ابتداء من اسكندريه لحد اسوان. انا بعمل دور ضابط زي ما قلت لك، واحنا المره دي بنشوف الشرطه بمنظار مختلف. بنبص على الشرطه، على الضابط اللي بيطبق القانون بروح القانون، والضابط اللي بيقدم القانون بيطبق القانون بحذافيره بالظبط. فبنشوف نموذج واقعي وقريب جدا من الحياه، من الاحداث اللي بتحصل في حياتنا الحقيقيه. بس شهادتك بقى في الشخصيه انك تقدمها في فيلم القشيش؟ شخصيه ضابط زي ما قلت لك، وهي ضابط يعني قديم شويه قديم شويه، فاهم؟ ده القانون وحذافيره، وملوش دعوه ايه اللي ممكن يطلع من ورا الاحداث اللي بتحصل حواليه. انا نصنف الفيلم ده فيلم شعبي ولا فيلم درامي عادي؟ لا، انا بقدر اسميه ان هو فيلم مصري بيتعرض لحاجات مهمه جدا في حياتنا. الشخصيات المهمشه، الناس المهمشين، الناس اللي بيعيشوا بيموتوا وبيحصل لهم احداث كتيره وبيتظلموا في الحياه، وهما ما عملوش اي ذنب او ما ارتكبوش اي خطا لمجرد ان هما مهمشين، فالحياه بتعاندهم قوي. بنشوف ده من احداث الفيلم. اتكلمنا عن كواليس العمل ومشاركتك مع محمد فراج وحورية فرغلي وطبعا المخرج اسماعيل فاروق. طبعا ابتدي بالاستاذ اسماعيل فاروق، لان هو رشحني في الدور استاذ اسماعيل، وكان عنده بعد نظر جدا في اختياره. انا ما صدقتش، ما قال لي يا محمد انت هتعمل دور ضابط. قلت له استاذ طب ازاي يعني انا باللوك بتاعي ده؟ قال لي لا هنشوف هنجرب. وفعلا عملنا بروفا على الباروكه، يعني انا حطيت باروكه لان ما اقدرش اصور بشعري بالطول دوت، وعملنا شويه شغل على اللوك بتاعي، فالحقيقه جابت نتيجه كويسه جدا. فانا عملت له شابو، قلت له شابو يا استاذ، انت شفت حاجه انا ما كنتش اقدر حتى ان انا افكر انها تكون موجوده. اشتغلنا على الشخصيات كلنا، كنا بنقعد نعمل ترابيزات عمل، بنشتغل مع بعض وبنقرا مع بعض. الحمد لله قدرنا نوصل وصلنا لروح معينه من الفيلم ان شاء الله هتشوفوها، خصوصا بين فراج حرية، كل أبطال العمل كلنا كنا بنشتغل فعلا على قلب رجل واحد، وده بسبب المخرج اللي معانا وشركة الإنتاج. ناس واعيين جدا وناس بيشتغلوا فعلا زي ما الكتاب بيقول. هتحضر حاجة يا محمد الفترة الجاية؟ أنا بخلص مشاهد بتاعتي في مسلسل رجل غراب بطولة إيمي سمير غانم، وبقرا سيناريو فيلم جديد إن شاء الله. ايه الفيلم ده، اخباره ايه؟ طب عايز مش حاجه اكسكلوسيف كده لينا؟ لا لسه ما فيش اي اخبار عن الموضوع. اتمنى لك التوفيق ومزيد من النجاحات يا محمد. ميرسي جدا، شكرا.